طاكرياتل عندنا البوارو كما قلنا هنا ربح ليه الوقت راه شحرنا بورو شحرنا بصلة حاولنا نقليو جميع العناصر قليناها باش نتمكنوا اننا ندرجوا اكبر عدد من الوصفات تماما ما تنظرش بانه السيدات بانه عندهم اشكال باش يقدروا يصوبوا هذا الشيء هذا الشيء تماما هذا هو المقصود باش نقدروا نديروا اكبر عدد ديال الوصفات درنا فلفله خضراء فلفله حمراء فلفله صفراء بصله بوارو ودابا عاد غنضيفوا المواد اللي هي بروتينات عندنا الكروفات عندنا الجومبون دو داند فيمي اللي هو تيعطي واحد اللذه عجيبه للي بات بالاخص وعندنا لي شامبينيون جوج ديال الانواع ديال الشامبينيون هي الفطر الماكول والفطر الاسود او هذا اللي تماما هما لي لافارز ديالنا موجوده بطبيعه الحال غنحاولوا ندير واحد الكيت السيزونمون دابا ماشي بلا كثيره ما عندناش مواد كثيره تماما شويه ديال الابزار شويه ديال السكنجبير وبطبيعه الحال واحد الضمه ديال البنه ديال البنه شكرا اما البنه اللي تتعطيها اللذه بطبيعه الحال لا فرصه بعد ما غنخلطوها مزيان غنحاولوا ناخذوا منها واحد شويه باش نديروا لا فرص غنزيدوا فيه الشعريه الصينيه واللي غنديروا مع الكوكلي تماما بطبيعه الحال لانه ما نقدروش نديروا الشعريه الصينيه نزيدوا على الشعريه الاخرى ديال غيوليو دو بات دونك غنحيدوا منها لا بارتي اللي غناخذوا هي واحد شكرا دابا هذه بالنسبه لا فرص غنحيدوا واحد الجزء منها جزء غنخليوه شويه باش نديروا لا فرص ديال الكوكلي والجزء منها غنخليوه باش نصوبوا لي طاكلياتيل اذا كنخليو لا فرص ديال الطاكلياتيل على جنب ها هو نحاولوا دابا نبداو ناخذوا لا فرص ديال الشعريه باش جينا لا فرص ديال هاد هكذا ونبداو نعمروا نحاولوا اذا كنخلطوا بسهوله جميع العناصر باش كنعمروا هاد الكوكلي الطريقه ديال الطهي ديال هاد الكوكلي سي حنا كنا قلنا الناس اللي تيبغوا يدخلوهم للفران راه تيجيو مزيانين الناس اللي تيبغوا يديروهم في واحد طنجره ويديرهم مريقه راه مزيان ولكن دابا اللي ولا احسن هو يديرهم مبخرين نعم يحاولوا يديروا كسكاس وخصوصا حنا دابا مرافقينهم مع العجائن فاحسن طريقه للطهي هي انها اننا نبخروهم تنعمروهم بطبيعه الحال مزيان بالشعريه ولا فرس تنديروا لهم كيردون او الخيط وتنحطوهم وكنحطوهم حتى كنبخروهم اذا غادي نخلي كاسي واري تستمر في التعمار ديال هاد لي كوكلي بعد ذلك غادي نبخروهم ونرجعوا للمشاهدين الكرام بعد لحظات اذا سي واري من بعد ما حطينا لي كوكلي كيتبخروا الان غادي نمروا للطبق المرافق اللي هو العجائن تماما درنا الطاكلياتيل غنزيدوا عليها الخليط اللي كنلاحظوا دائما اننا ملي كنسلقوا العجائن كنديروا معاهم شويه ديال الزيت باش ما كيتعجنوش لينا تماما وبطبيعه الحال ملي كنزولوهم من الماء سخون كنخويو عليهم